ينضم معنا مراسل التغيير في نينوى محمود الجماس. أهلا بك محمود، وضعنا في تفاصيل ما جرى وفي تطورات هذه الأخبار العاجلة. نعم زميلتي، هي كل التحايا لك ولكل مشاهدي التغيير. القصف الذي حدث بحسب شهادات سكان المنطقة بين القرية التي ذكرتيها وبين بدرية، يعني بالتحديد ليس في ضمن قرية حمد آغا، نعم، إنما في مسافة بين هذه القرية وقرية أخرى في ناحية زمار تحديدا وليس في مدينة الموصل. نعم. ناحية زمار يعني تقريبا تقع في الشمال الغربي لمدينة الموصل. القصف في قضاء القصف تقريبا 5 صواريخ بحسب ما سمعه سكان المنطقة، وأكدوا أن بعد القصف سمعوا صوت طائرة حربية قصفت هدف مجهول، يعني يرجح أنه موقع أطلاق الصواريخ أو العجلة التي كانت تحمل الصواريخ. بالعادة يعني غالبية العمليات التي حدثت في الفترات الماضية عندما كانت القوات الأمنية تبحث عن مواقع إطلاق الصواريخ دائما كانت تجد عجلات أو منصات وفيها أجهزة تحكم، يعني إطلاق عن بعد لا يوجد بالقرب منها أشخاص، يعني هو مجرد تحليل أو تخمين بأنه نفس التكنيك لأنها عجلة وقد أطلقت منها الصواريخ، لا يوجد معلومات أكيدة. المنطقة هذه القرى إداريا تابعة لزمار وليست تابعة لمركز يعني لمدينة الموصل بالتحديد، هي تابعة الأراضي تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، يوجد فيها قوات من الجيش العراقي وأيضا يوجد فيها أعتقد القوة من الحشد العشائري من عشائر تلك المناطق. حتى الآن لا توجد تفاصيل، يعني سكان المنطقة كل ما سمعوه هو وشاهدوه هو إطلاق الصواريخ ورد الطائرة المقاتلة. هنالك انتشار أمني في تلك المنطقة بحسب شهادات السكان، الأجهزة الأمنية يعني يرجح أنها تبحث عن موقع القصف أو موقع الإطلاق، بالتالي ننتظر صدور بيان رسمي من الجهات المعنية من خلية الإعلام الأمني أو عمليات نينوى أو إدارة المحافظة لمعرفة تفاصيل ما حدث وفيما إذا كان هنالك خسائر جراء هذا القصف، أو إذا كان القصف قد استهدف موقع إطلاق الصواريخ أو استهدف موقع آخر. لا نستطيع الجزم بهذه المعلومات أو الحديث بتفاصيل لم يتسنى التأكد من دقتها بصورة كاملة، ويعني في النهاية سيكون هنالك أعتقد بيان للأجهزة الأمنية ولخلية الإعلام الأمني حول حادثة دخول طائرة للأجواء العراقية. طيب محمود، يعني شهادات السكان أكدت هذا الشيء. طيب محمود، هل هناك أي انتشار أمني في هذه اللحظة أو تحليق للطائرات يعني ترصد في الأجواء؟ يعني قبل لحظات قبل أن يعني أتحدث معك زميلتي كنت على اتصال مع سكان الناحية وبعض المصادر هنا، قالوا أنه سمعوا صوت قصف الطائرة وبعدها لم يسمعوا صوت يعني المقاتلات الحربية في سماء الناحية. يبدو أنها يعني ضربت هدف واحد وعادت أدراجها. الانتشار الأمني هو يعني أمر روتيني سيكون موجود باعتبار وجود حادثة أمنية وإطلاق صواريخ وقصف جوي، فبالتأكيد يعني هذا بروتوكول أمني معمول به في كل مكان. أكيد القطاعات الماسكة للأرض هي في قاطع مسؤولية وتتحمل مسؤولية ما حدث، سيكون لها انتشار أمني، ف هي يعني ملزمة بتقديم صورة واضحة لمراجعها العليا عن ما حدث في الناحية. يعني تقريبا هذه تقريبا المرة الأولى التي تطلق من زمار. في الفترات السابقة يعني حدث إطلاق من ربيعة من ناحية ربيعة التي هي تقريبا هي متاخمة للحدود السورية، حدث إطلاق أعتقد مرتان في فترات متفاوتة، كان هنالك إطلاق صواريخ من هناك، وهذه المرة يمكن أعتقد الأولى التي تحدث من ناحية دمار وهي قريبة أيضا على الحدود العراقية السورية. يبدو أن الموقع يعني خدم وجود يعني الموقع خدم وجود هدف هذه الصواريخ كما تحدثت زميلتي. نعم. أن يعني من المصادر الأمنية وتقول أنها باتجاه يعني استهدفت مواقع في العمق
سوري، لكن يعني ليست لدينا معلومات، ليست لدي شخصيا معلومات عن العمق السوري، لكن اتحدث بما حدث في الجانب العراقي او في الحدود الاداريه لمحافظه نينوى التي هي ضمن يعني موقع مسؤوليتي كتغطيه صحفيه ونقل دقه المعلومه. الخلاصه من كل ما تحدثت به هو حادثة إطلاق 5 صواريخ بحسب شهادات السكان من ناحية جمار بين قرية حمد آغا وقرية أخرى سما البردية، باتجاه الصواريخ أطلقت باتجاه الحدود العراقية السورية أي باتجاه الجانب السوري. ما حدث في الجانب السوري أجهله، هنالك انتشار أمني عقب إطلاق الصواريخ، دخلت طائرة الأجواء العراقية واستهدفت موقع مجهول المصدر، لا نعلم إذا كان هو موقع إطلاق الصواريخ أم كان موقع آخر. ننتظر بيان رسمي من الجهات الأمنية لبيان تفاصيل ما حدث حتى نكون بصورة بنقل معلومة دقيقة بعيدا عن التأويل أو المبالغة. نعم، شكرا لك مراسل التغيير من نينوى محمود الجمال.